بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله الجزء الأخير من هذه الحلقة هيكون النجم الكبير كابتن محمد حشيش وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت ضيوفا على البيت الكبير. هنتكلم في موضوعات هامة جدا. قبل ما أدخل في أي تفاصيل في حلقة النهاردة، عايز بس أعلق على شوية حاجات من حلقة امبارح. بعض الموضوعات المهمة اللي اتكلمنا فيها، بداية وكالعادة أشكر كل جماهير النادي الأهلي على ردود الأفعال الحقيقة بعد الحلقة بتاعت امبارح. يعني الحمد لله والشكر لله، سيظل دائما البيت الكبير هو حائط صد للنادي الأهلي ولجماهيره. من خلال هذا البرنامج هنبدأ نتكلم في الحق وهنقول الحقائق ونرصد لحضراتكم كل الأحداث على ساحتنا الرياضية. واستكمالا لموضوع التحكيم امبارح اللي اتكلمت فيه مع حضراتكم، امبارح انا اتكلمت مع حضراتكم وقلت لكم وسألت سؤال مباشر، هل تم تغيير قانون التحكيم في كرة القدم؟ والحقيقة هو لم يتم تغيير قانون التحكيم في كرة القدم ولا شيء من هذا القبيل، ولكن فوجئت النهاردة بتصريحات من بريرا رئيس لجنة الحكام اللي طالع النهاردة يقول ان مهاجم سموحة حاول استغلال شد بسيط من مدافع الزمالك من أجل خداع الحكم لاحتساب ضربة جزاء. اللي كتب هذا، حاولوا تجيبوا لي يا جماعة الأستاذ محمد جمال اللي كاتب هذا الأمر على القاهرة 24، لو سمحت يا محمود لو بعد إذنك تجيب لنا الأستاذ محمد جمال. أنا بس حابب إن أنا أتكلم في هذا، أنا بثق في محمد جمال وبثق في اللي بيكتبه محمد جمال الحقيقة، عشان كده أنا حبيت إن أنا أتكلم في هذا الأمر. الحقيقة لو الموضوع ده اتقال، وأنا هسأل الأستاذ محمد جمال، لو الموضوع ده صحيح وإن بريرا قال هذا الكلام في الجروب بتاع التحكيم على الواتساب زي ما الأستاذ محمد جمال شرح على القاهرة 24، أنا هنا أرجع في كلامي عن اللي أنا قلته امبارح، هرجع واقول ان في قانون جديد بيتطبق في مصر يا جماعه. انا عايز بس هنا اقف عند نقطه مهمه جدا، ان بريرا رئيس لجنه الحكام اعترف ان هناك شد، بس الغريب ان هو بيقول او بيحاول ان يبرر الشد، يقول لك شد بسيط وشد مش بسيط. هل يوجد مبرر للظلم التحكيمي؟ هل يوجد مبرر لحاجة اسمها شد خفيف؟ هو في كده في الكرة؟ هي كرة القدم عمرنا شفنا فيها كده؟ هو في كرة القدم في حاجة اسمها شد خفيف وشد تقيل؟ شد يعني شد، شد يعني خطأ، شد يعني ضرب الجزاء. وبعدين ازاي مستر بريرا نفسي زي ما بيطلع يبرر أخطاء التحكيم دلوقتي ما قالش كده ليه، أو ما بررش قبل كده ليه، أو ما وضحش قبل كده ليه؟ ونقول ايه اللي حصل في كل المباريات السابقه عشان نعرف بس الفتره دي هي فتره احتواء ولا فتره روح البروتوكول ولا فتره من ايه، من مش عارفه امسكها منين. شكلنا راجعين تاني لفترات التحكيم الغريب. فين ايامك يا كلاتنبرج؟ كنت بتشرح لنا وبتقول لنا كل حاجه. ايه يا جماعه اللي الواحد بيسمعه ده؟ ساعات كلاتنبرج ولا كان في روح بروتوكول ولا شد خفيف ولا شد تقيل ولا احتواء ولا الكلام ده كنا بنسمعه؟ طيب زي ما قلت لحضراتكم، لو صح هذا الكلام وانا بثق في الاستاذ محمد جمال اللي كاتب هذا الموضوع فيما يخص بريرا على القاهره 24، فعشان كده اجيب الاستاذ محمد جمال اساله في هذا الامر. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ يا كابتن اسلام وحشني جدا والله. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. انت النهارده كاتب موضوع مهم جدا انفردت بيه حضرتك على القاهره 24. بص يا كابتن، بالفعل وانا بعد المباراه طبعا اكيد الكل كلم خبراء تحكيم كتير جدا، وانا عن نفسي كلمت فيها كابتن جهاد وكلمت فيها كابتن توفيق السيد وكل الناس اللي هم الخبراء في التحكيم، واتكلموا في اللقطات والماتش كان مليان حالات جدليه، رغم ان انا مثلا من الناس اللي اتصلت جدا في كابتن محمود البنا، بس المباراه كان فيها حاجات جدليه كتير للاسف. فتواصلت مع مستر بريرا، انا الراجل ده يعني بعزه جدا على المستوى الشخصي، وراجل على طول متجاوب وراجل على طول معايا بيرد وبيتكلم ولو في حاجه بيرد عليا على طول. عشان كده انا اول ما قريت الخبر
وعرفت ان الخبر ولقيت اسمك على الخبر يعني تاكدت ان الخبر صحيح. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن، والله شرف ليا. فطبعا انا يعني ما ينفعش اكيد ان انا اكتب خبر ولا اكتب تصريح خاص كمان على لسان حد وعندي بالكاره 24، مش هينفع ان انا اكتب ده ومش هيبقى موجود يعني. فكلمت الراجل على الواتساب، طبعا مساء الخير وبتاع، مش صباح الخير، انا محتاج اعرف رايك في الحاله بتاعت حسام حسن، وبعت له بصراحه الحاله نفسها. هو الراجل رد عليا رد صريح جدا، قال لي الحاله دي هو المهاجم اتشد شد خفيف، فالشد الخفيف ده هو حاول يخدع الحكم، واستغلال الشد ده في حاله في ان هو يحسب خطا يعني، او يبقى يحتسب خطا، او اللي هو بالمعنى الاصح تبقى ضربه جزاء. وكمان اتكلم في الحته دي وقال ان ده كمان كان راي الكابتن محمود البنا، يعني ده معناه كمان ان هو كان كلم الكابتن محمود البنا في القرار ده، والكابتن البنا وضح له الحته دي كمان. واكد لي كمان، قال لي ده على فكره، ولذلك في الوقت في الحاله دي بالذات بيعتبر سلوك غير رياضي، والسلوك الغير رياضي بيتطلب وقتها قرار من الحكم، وان هو يحتسب ركله حره غير مباشره، ويحذر اللاعب او ان هو ياخد قرار ضده. يعني كلام واضح وصريح، ما بيتحملش اي خالص اقاويل بعد ما مستر فريرا بعت لي ده. على فكره طبعا دي كانت الحاله الابرز اللي انا كنت عاوز رد عليها كصحفي، انا عاوز الحاله الابرز، لان الحالات الثانيه من وجهه نظري الشخصيه واضحه، سواء الهدف بتاع نادي الزمالك او حتى ركله الجزاء الثانيه. بس برضو زياده التاكيد بعت للراجل، الراجل قال لا انا مش حابب اتكلم على القرارين دول، دول بيني وما بين الحكم. فبصراحه برضو قلت له سؤال واضح وصريح، قلت له هل تم ايقاف الكابتن محمود البنا؟ لان انا عندي معلومه ان هيتم راحته جولتين سواء للاهلي او الزمالك خلال الفتره الجايه، وده طبعا كابتن حصري لقناه النادي الاهلي. فبعت له، الراجل رد عليا مشكورا، قال لي مش حابب ان انا يبقى في اي قرار ضد اي حكم ان انا اقوله في الاعلام، ده بيبقى شأن داخلي لينا زي ما بيحصل دايما، وانت عارف ده. فطبعا انا عارف ده بشكل كويس، وكان قبل كده حصل كتير جدا مع حكام، سواء كابتن محمد عادل او حتى كابتن محمود البنا قبل كده، حمد القلاوي، امين عمر، حصل كتير جدا بيتم ايقافه. فده بالظبط. طب هل تناقشت معاه يا استاذ محمد فيما يخص ان يعني اصل انا تناقشت مع يعني انا هقول الاسماء، ولكن انا تناقشت من الصبح لغايه دلوقتي، من ساعه ما قريت الخبر اللي حضرتك كتبته لغايه دلوقتي، تناقشت مع عدد كبير من الاسماء الكبيره جوه مصر وبره مصر، الكل اجمع على ان هناك لا يوجد حاجه اسمها شد خفيف وشد غير نعم يا فندم، او شد قوي، او مجرد او شد قوي. الكل اجمع، من اصغر حكم او من اكبر حكم لاصغر حكم. وبالتالي هنا من خلال المحادثه اللي بينك وبين مستر بريرا اعترف ان هناك شد لراس حربه نادي سموحه اللي هو كابتن حسام حسن، ولكن هو هنا المشكله بالنسبه له ان هو شد خفيف. فانا لما سالت على الشد الخفيف قالوا لي مفيش حاجه اسمها. ده مش بالنسبه له بس، هو بالنسبه له وكمان راي الكابتن البنا، لان هو قال لي اصلا كده هو راي الكابتن البنا. تمام، يعني بالنسبه له وبالنسبه يعني للكابتن، معناه ان هو تواصل، معناه ان هو تواصل على طول رسمي. تمام، هو تواصل مع كابتن البنا، لان انا عارف طيب. ان هو تواصل مع الطاقم لاداره المباراه بتاعت امبارح. طيب انت ما تناقشتش معاه في ان مفيش حاجه اسمها شد خفيف وشد تقيل؟ لا الحقيقه لا، انت في الوقت ده كابتن بتبقى خلاص، انت خدت منه اللي انت عاوزه، اللي هو المعلومه اللي انت عاوز تنشرها للناس. ده معلومه مهمه جدا. أوكي. هو اول مره في حياتي انا اسمع كلمه شد خفيف طبعا، ده انا كشخص كلنا سالت فيها عدد كبير جدا من خبراء التحكيم برضه، وكل الناس اللي يمكن ملمه بالموضوع ده، وكلهم اكدوا ان طالما في تلامس وفي حصل احتكاك ما بين المدافع وبين المهاجم اثر على لعبه ضربه جزاء يعني بشكل فوري. طيب هو مش يمكن يكون راي الراجل بريرا وما اعرفش طبعا ما تفهمش صح، او هو ما عرفش يوصله لك صح، ان هو بيقول ان ده راي كابتن البنا؟ لا هو الكلام واضح وصريح، لانه بعدها على طول قال لي مؤكد ان ده بوقتها بيكون سلوك غير رياضي، يعني التمثيل او استغلال شد خفيف سلوك. طيب. غير رياضي ده انا ارجو منك يا استاذ محمد، وانا اعلم تماما مدى مصداقيتك في هذه الامور، انه تراجع الراجل لو تقدر تراجعه، وتقول له هل ده رايك وراي محمود البنا ولا رايك فقط، او راي كابتن البنا فقط، او وتساله هل هناك حاجه اسمها شد خفيف وشد تقيل، او شد خفيف وشد قوي؟ لانه انا سالت 12 حكم، 12 حكم منهم حكام كبار جدا واسماء كبيره جدا عربيه، قالوا لي مفيش حاجه اسمها شد خفيف وشد مش خفيف. بالظبط، الشد يعني شد، الشد يعني ضرب الجزاء.
من معلوماتي يعني ان هو برضو في طبعا بعض من الزملاء طبعا تواصلوا مع الراجل بشكل كبير جدا بعد على طول الخبر بتاعي الصبح، لان انا كنت الصبح بدري فكله اكيد تواصل معاه. الراجل طبعا اتكلم مع الناس ان هو يعني مش حابب ان هو يعلق وبتاع، ولكن على فكره علق على بعض الحالات التحكيميه لبعض الزملاء، زي مثلا الجول، زي مثلا ان هو رد وقال انا ما تواصلتش مع الفار، ولكن هو تواصل مع الفار. طبيعي جدا يا كابتن اسلام دلوقتي بعد ما كل الناس تنقلت خلاص ان هو راح تساله، طبيعي جدا الراجل مش هيبقى حابب يوضح حاجه ثاني، ولكن الراجل كان رايه واضح وصريح ان اي استغلال لشد خفيف داخل منطقه الجزاء واستغل ده عشان يحصل على خطا، فهنا قرار الحكم بيكون ان هو لابد انه يتخذ قرار واضح ضد اللاعب. ده كلام رسمي منه. حتى اقول لك على حاجه كمان يمكن قالها لي، قال لي انا دوري مع الحكام مش بس ان انا يعني اعالج اخطاء، لا ده انا دوري ان انا كمان اشرح لهم قانون اللعبه واشرح لهم هنا بناخد قرار ازاي. ايوه يا استاذ محمد، ولكن قانون اللعبه ما بيقولش ان في ده. طبعا قرار خاطئ 100% وكلام غريب جدا من رئيس لجنه الحكام، واعتقد ان هذا الكلام يدين بشده في ظل ان هو عايز يبرر لكابتن البنا ما حدث منه من خطا منه، على الرغم من الجميع. على فكره انا سمعت كتير جدا، كل الناس تقريبا انا سمعتها امبارح. انا برضه هقول لك على معلومه يا كابتن، هو الراجل ما لمش كابتن محمود البنا، دي معلومه مؤكده. هو ما لمش الكابتن، ده معلومه مؤكده، ما القاش اي لوم على الكابتن محمود البنا، ده معلومه مؤكده من داخل لجنه الحكام. طيب انا كده عرفنا الموضوع كاملا، واتمنى ان انت لو تواصلت مع الراجل تساله سؤال واضح، هل في حاجه اسمها شد خفيف وشد قوي؟ عايزين نفهم برضه يا كابتن النقطه دي بالظبط. لا مش عايزين نفهم، انا فاهمها من استاذ محمد، يعني عايزين نعرف هو رايه ايه. هو رايه ايه؟ انا فاهمها، و99.9 من 10 من حكام مصر، خليني اتكلم عن مصر، من حكام مصر اللي احنا اتكلمنا معاهم وكل مذيعين مصر اتكلموا معاهم، اكدوا على ان هذه اللعبه هي ضربه جزاء صحيحه لنادي سموحه، ولا يستحق فيها حسام حسن الكارت الاصفر الثاني وبالتالي الكارت الاحمر. انا هنا بتكلم عن هو ليه بريرا بيقول هذا الكلام؟ لماذا يبرر ما فعله كابتن البنا من اخطاء في هذه المباراه بعيدا عن الزمالك وسموحه؟ انا هنا ما بتكلمش على زمالك ولا بتكلم على سموحه، انا بتكلم عن التحكيم المصري وما يحدث من رئيس لجنه الحكام المصري. ادي القصه اللي عندي بالضبط. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ محمد جمال اللي انفرد بالخبر اللي حضراتكم سمعتوه. انا بس حبيت اوري لحضراتكم ماذا يحدث، ان احنا صدقوني لما بنتكلم في حاجه ما عندناش غرض غير حاجه واحده بس، هو اصلاح حال التحكيم. الاقي افاجئ بتبرير غريب من رئيس لجنه الحكام، على الرغم من 99% و9 من 10، انا ليه بقول 99 و9 من 10؟ اقسم بالله ان الناس اللي انا كلمتهم كلهم وشافوا الحاله قالوا لي ركله جزاء، واللي ما شافش الحاله قلت له، سالته سؤال مباشر، هل هناك فارق ما بين شد خفيف وشد مش خفيف؟ قالوا لي ما فيش حاجه اسمها كده خالص، ما فيش حاجه اسمها شد خفيف وشد مش خفيف، في الاخر هو شد، وفي الاخر يجب ان يعاقب لاعب الفريق اللي شد اللاعب أو اللي شد المنافس بتاعه، مش العكس، مش زي ما بريرا قال مع زميلنا محمد جمال. وبالتالي أنا هنا عندي مشكلة أكبر، أنا كل يوم بخش في مشكلة أكبر إذا كان رئيس لجنة الحكام بيتكلم بهذا الأمر وبيقول هذا الكلام الغير صحيح، الغير صحيح قانونا، الغير صحيح قانونا. ولو سمع هات لي الكابتن ناصر عباس بعد إذنك يا محمود، بعد اذنك برضو نفهم، يمكن احنا انا ماليش في القانون يا جماعه، احنا لا نفهم في قانون كره القدم، هو الكابتن بريرا هو اللي بيفهم في قانون كره القدم. هتبدا كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي يقول لنا هل في حاجه اسمها شد خفيف وحاجه اسمها شد مش خفيف، ويجيب لنا ما نص القانون اللي بيقول هذا الكلام بعد اذنكم. تمام يا شباب ولا ايه؟ طيب لغايه لما تجيبوا لنا الكابتن الاستاذ كابتن ناصر عباس. يا جماعه هو في كده في الدنيا؟ واحنا هنفضل كده لغايه امتى؟ كل ما نبتدي نقول الله على الحكام والله على لجنه الحكام والله على التحكيم وايه جمال التحكيم واللي بيحصل في جمال التحكيم، نلاقي مثل هذه الحالات الصعبه جدا. على فكره هذا البرنامج
أشاد إشادة كبيرة جدا جدا بالحكام وبلجنة الحكام وبريرا نفسه. كابتن البنا نفسه، أنا شخصيا من محبي كابتن البنا، ولكن امبارح هو أخطأ خطأ كبير من وجهة نظرنا، لا مش من وجهة نظري، هو من وجهة نظر 99.9% من الناس. يا كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير عليك كابتن اسلام وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مساء النور يا كابتن. سؤال لو سمحت واضح وصريح، يمكن اكون انا غلطان ما اعرفش، وانا عارف ان حضرتك بتقول الصح، هل هناك فارق ما بين شد خفيف وشد غير خفيف في قانون التحكيم في كره القدم في مصر، او مش في مصر، في العالم؟ كابتن اسلام القانون لم يعني يصدر القانون ان في شد خفيف وشد تقيل، القانون واضح جدا، قانون كره القدم ماده 12 اللي هو المسك، ما قالش المسك خفيف او الشد خفيف او الشد تقيل. هو في مسك، وبالتالي عندما يكون هناك مسك يبقى في عقوبه ركله حره مباشره خارج منطقه الجزاء او ركله جزاء داخل منطقه الجزاء. هات لي الصوره سمير لو سمحت واحنا بنتكلم، اتفضل يا كابتن ناصر. طيب كابتن، هو مين قال ان شد خفيف وشد تقيل يا كابتن اسلام؟ كابتن بريرا رئيس لجنه الحكام قال ان هناك شد خفيف مثل على اثره لاعب نادي سموحه من لاعب نادي الزمالك، وبالتالي يستحق اللي عمله فيه كابتن البنا. طيب تديني فرصه اتكلم يا كابتن اسلام الاول؟ اتفضل. كل الاحترام طبعا لدكتور بريرا رئيس لجنه الحكام على اللي هو قاله، بس هو قال حاجه مهمه قوي كابتن اسلام. هو للاسف هو ادان في كلامه لما قال ان هناك شد، هقف بس عند الكلمه دي. وبعدين قال ان اللاعب مثل، قال ان اللاعب مثل، يعني انت حضرتك اعترفت ان اللاعب اتشد. طيب عندما اللاعب اتشد، احنا بنقول اللاعب لما بيمثل ده كابتن اسلام ما بيكونش فيه اي احتكاك بينه وبين اللاعب المنافس، يعني هو بيمثل ما فيش اي احتكاك. اذا النهارده لما قال اتشد، يبقى احسان حسن النهارده لما اتشد يبقى هو راجل ما بيمثلش. يبقى هنا المفترض النهارده هو قال ان سلوك غير رياضي على حسام حسن، الكلام ده طبعا غير صحيح، لان هنا في مخالفه الشد، والشد موجود يا كابتن الاسلام. حقيقي. ده مش كلامي انا، مش كلامي انا، جميع محللي مصر او داخل مصر او خارج مصر الكل اتفق على ان هي ركله جزاء صحيحه، وانذار حسام حسن انذار غير صحيح. تاني بقول ان مصر غير لما قال في شد، هو كده اعترف ان هناك في مخالفه. هو اعترف بنفسه ان في مخالفه، وبعدين ما ينفعش يقول ان في شد وبعدين يقول ان ده سلوك غير رياضي. لا لا، في حاجه هو كاتب يا كابتن ناصر بعد اذنك، هو كاتب هنا ايه؟ اهو التقرير قدامنا من ملعب من القاهره 24. حسام حسن بريرا رئيس لجنه حكام للقاهره 24. حسام حسن مهاجم سموحه حاول استغلال شد بسيط، شد بسيط من مدافع الزمالك من اجل خداع الحكم لاحتساب ركله الجزاء. فبقف يا كابتن اسلام بعد اذنك، لان مستر بريرا اولا يعني مع احترامي ليه، لما هنتكلم في شغل المحاضرين لما نيجي نتكلم على التحايل، هو اربع حالات للتحايل يا كابتن اسلام. لو انت هتكلم يا فيتور بريرا بقى بالتحليل، عندي اربع اعتبارات للتحايل. نمره واحد، ان ما يكونش في تلامس خالص للاعب ويمثل، دي نمره واحد. طبعا هذه الحاله لا تنطبق على هذه الحاله. الحاله الثانيه اللي يقصدها مستر بريرا يعني ايه يا كابتن اسلام؟ حضرتك بتحط ايدك على كتف اللاعب المنافس، بتحط ايدك بس، وهنا استغلال ان اللاعب لما بتحط ايدك عليه يعمل تمثيل. الحاله دي لاعب الزمالك ما حطش ايده على لاعب السموحه، لاعب الزمالك شد فعلا، يعني اذا الراجل هنا ما بيمثلش. يا كابتن فيتور بريرا لما تيجي تتكلم في الاعتبارات، اعتبارات التحايل اللي انت قلته لا يتوافق ابدا مع الاعتبارات الموجوده في قانون كره القدم يا كابتن اسلام، لان كل قرار بيتاخده الحكم لابد بياخده عن طريق الاعتبارات اللي احنا بنفهمها لحكامنا. بنتكلم على التحايل، يبقى التحايل ما فيش تلامس خالص بين اللاعب واللاعب الاخر، وبالتالي من حق الحكم هنا يحسب ركله حره ماشيه وينزل. لكن هذه الحاله الشد موجود والمخالفه موجوده وركله الجزاء صحيحه، ما فيش حد اختلف عليها يا كابتن اسلام. الحاجه الثانيه اخيرا، اتمنى ان مستر فيتور بيريرا حضرتك بتطلع تحلل الحالات على حسب المزاج، لا حضرتك بقى تطلع بعد كده كل الحالات الجدليه اللي بتحصل اثناء الجوله حضرتك من فضلك اطلع حللها لنا، عشان مش هينفع تحلل حالات معينه وحالات ثانيه لا. ده اللي انا بطلبه من فيتور بيريرا. خلاص طالما انت هتلاقي تحللت هذه الحاله، لا زي ما كان جلاتنبرج بيعمل يا كابتن اسلام، كل جوله كان بيجيب المحادثه الفار وكان بيطلع يقول رايه، هو كرئيس لجنه بيطلع يقول رايه بصراحه قدام الناس كلها.
تمام. لما بدور بريرا بطلب منك حضرتك بعد كده من فضلك حل لنا كل الحالات الجدليه اللي هي بتبقى في الاسبوع. انا بشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. اذا لا يوجد في قانون التحكيم في العالم شد بسيط وشد قوي، او شد بسيط او شد غير بسيط. هناك اعتراف من قبل رئيس لجنة الحكام فيتور بريرا أن هناك شد للاعب نادي سموح، وبالتالي هنا الناس كلها قالت أو كل الخبراء قالوا أن في هذه المباراة لاعب نادي سموحة استحق ركلة جزاء ولم يستحق الكارت الأحمر بعد الإنذار أو بعد الكارت الأصفر الثاني. الموضوع منتهي، يعني الشدة واضحة ومش محتاجة كلام. وأقسم ما ليش علاقة بزمالك ولا سموحة، أنا هنا مرة تانية معلش أنا كل شوية بقول هذه الكلمة والناس بتلومني، ولكن والله العظيم ثلاثة لازم أقول كده، لأنه بالفعل أنا ما يهمنيش ماتش زمالك وسموحة في حاجة، لكن يهمني أن يظل التحكيم عادل، لأنه الحكام هم قضاة الملاعب. أنا كنادي أهلي بعد كده ممكن الماتش اللي جاي ماتش بكرة ده ممكن لا قدر الله يحصل فيه لعبة زي دي، الحكم هيحسبها ازاي؟ هيحسبها ولا هيقول لي شد بسيط برضه ولا هيعمل ايه؟ او ممكن يتحسب لا قدر الله على النادي الاهلي كره زي دي. فلازم اتكلم، لازم نتكلم عن التحكيم يا جماعه، لانه المنظر اللي احنا شايفينه وراي رئيس لجنه الحكام وراي كابتن البنا هو راي خاطئ، راي غير صحيح، ولا قانونا ولا كلاما ولا فنيا ولا اي حاجه خالص. مفيش حد قال لي ان الكره دي مش ضربه جزاء، حط ابعد الالوان، مفيش حد قال لي ان الكره اللي قدامنا دي ضربه جزاء، مش ضربه جزاء انا اسف. الناس كلها اجمعت على ان هذه اللعبه لاعب الفريق اللي لابس ازرق اتقال لي كده من حكم كبير اجنبي، قال لي لاعب الفريق اللي لابس ازرق يستحق ركله جزاء. اتمنى ان يكون هناك وقفه في التحكيم خلال الفتره اللي جايه. كل أندية مصر بتطالب بهذه الوقفة. من فضل حضراتكم ثقتنا كبيرة جدا جدا في لجنة الحكام وثقتنا كبيرة في الحكام، ولكن الثقة بتقل كل يوم عن التاني، الثقة بتقل كل يوم عن التاني. النهاردة بس برضو عشان ما حدش يقول لي ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز و مودرن فيوتشر ضرب الجزاء لبيراميدز في اخر ثانيه، معرفش هل هي صحيحه ام هل هي خاطئه، هل تحتسب ولا لا تحتسب. فاحنا داخلين، احنا داخلين يا جماعه الفتره القادمه فتره صعبه جدا 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 في البطوله المحليه سواء الدوري او الكاس. ان شاء الله ربنا يكرمنا، الاهلي عنده نهائي البطوله الدوري ابطال افريقيا، الزمالك عنده البطوله الكونفدراليه، نخلص بعد كده الفريقان الكبيران ومعاهم بيراميدز هيتصارعوا على الفوز بالدوري. فمحدش هيستحمل اللي بيحصل ده، محدش هيستحمله. يجب ان يكون هناك وقفه، وقفه من الجميع، من الاتحاد المصري، من رابطه الانديه، النائب احمد دياب اللي يعني اليومين دول مختفي، انت ما اعرفش مختفي ليه، يعني الاوقات اللي بتبقى الناس محتاجاه فيها ما بتلاقيهوش. فالحقيقه حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها في هذه الفتره. اتمنى ان تنتهي وان تعود الاشاده مره اخرى بالتحكيم المصري خلال الفترات القادمه. عايز أقول بس وأحيي رجال سلة الأهلي النهاردة، مبروك الفوز في أول مواجهات البيست أوف فايف أمام نادي الزمالك ضمن مباريات نصف النهائي دوري سوبر السلة. خلاص فوزنا النهاردة، نسينا الفوز، هنستعد للمباراة الثانية المقرر لها يوم الأربعاء بعد بكرة إن شاء الله، وستذاع لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي خلال هذه الفترة. مباراة أداها رجالنا، رجال كرة السلة أدوها بقوة وبعزم، نسيوا إن احنا اتغلبنا في المباراة النهائية في كأس مصر من نادي الاتحاد السكندري اللي يستحق هذه البطولة، وألف مبروك ليهم. ولكن رجال السلة إن شاء الله هيفرحونا بالحاجتين، بالمباريات دي والدوري، ثم من بعدها البي ال أو البال إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكون الفريق رقم 4
ليصعد الى بطوله كاس العالم للانديه بالنسبه بعد الكوره والطايره والهند الطايره رجال والهند بول. ان شاء الله يكون السله الفريق الرابع وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نوصل لكل هذه البطولات. الف مبروك الفوز الاول لرجال السله. النهارده ذكرى وفاه اسطوره النادي الاهلي المايسترو صالح سليم، ذكرى رقم 22 على رحيل الاسطوره الاهلاويه كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم هو الاب الروحي لجماهير الاهلي وصاحب مقوله الاهلي فوق الجميع. كابتن صالح سليم لاعبا من طراز فريد ورئيسا من انجح المسؤولين في تاريخ كره القدم والرياضه المصريه. كابتن صالح سليم قدم للنادي الاهلي الكثير والكثير وعشيقته جماهير النادي الاهلي. هو ايضا صاحب مقوله الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه. المايسترو صاحب علامات مضيئه في القلعه الحمراء سواء وهو لاعبا او اداريا او رئيسا للنادي الاهلي. نطلع نشوف هذا التقرير عن العظيم المايسترو صالح سليم. من كان يظن أن هذه الصور بالأبيض والأسود ستلون تاريخ كرة القدم في مصرنا الحبيبة ووطننا العربي الكبير وقارة إفريقيا؟ أسطورة النادي الأهلي لاعبا ورئيسا وأحد أنجح المسؤولين في تاريخ كرة القدم والرياضة في مصر، هو الأب الروحي لجماهير الأهلي وأحد أعلامه، صاحب المقولة الراسخة في الأذهان الأهلي فوق الجميع. في مثل هذا اليوم السادس من مايو وقبل 22 عاما رحل عن عالمنا المايسترو صالح سليم، ولكن تبقى ذكرى خالدة في قلب كل محب للقلعة الحمراء. بعدما وضع أسلوبا خاصا في الإدارة اعتمد على إعلاء مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار وتغليب قيم ومبادئ الأهلي في كل المواقف، ارتبط اسمه بالجماهير من خلال مقولته الخالدة الأهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه. ولد المايسترو صالح سليم في 11 من سبتمبر عام 1930 في حي الدقي بالقاهرة الكبرى. بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء عام 1944، ولم يمر وقت طويل حتى أثبت نفسه وتم تصعيده إلى الفريق الأول، وهو في سن 17 افتتح التسجيل في أول ظهور رسمي له أمام المصري البورسعيدي التي حقق فيها الأهلي الفوز بثلاثية دون رد. توج المايسترو مع القلعة الحمراء في 11 بطولة للدوري المصري وثمانية ألقاب لبطولة كأس مصر ولقب لكأس الجمهورية العربية المتحدة. خاض المايسترو الراحل مع الأهلي أكثر من 185 مباراة، سجل خلالها نحو 92 هدفاً، كما سجل المايسترو الراحل رقما قياسيا لم يكسر حتى الآن في تاريخ الدوري المصري للتهديف الشخصي في مباراة واحدة بعد أن سجل 7 أهداف في مرمى الإسماعيلي عام 1958، كما يعد صاحب الرقم القياسي في التتويج المتتالي بلقب الدوري المصري في مواسم متتالية مشاركة مع الأسطورة الراحل محمد عطية توتو. خاض المايسترو صالح سليم تجربة احتراف تاريخية مع فريق جرادسر النمساوي موسم 1962 ليصبح أول مصري يحترف هناك، سجل خلال تواجده 6 أهداف في 10 مباريات، ليعود مجددا إلى القلعة الحمراء بعد مقولته الشهيرة شعرت بالحنين إلى الأهلي فهو حياتي وبيتي. وظل المايسترو متواجدا مع الأهلي طوال 19 عاما حتى اعتزاله نهاية عام 1966. اقتحم المايسترو صالح سليم عالم التمثيل حيث شارك في 3 أفلام مصرية خالدة في ذاكرة السينما، وشارك في السينما عبر فيلم السبع بنات، ثم لعب دور البطولة في فيلم الشموع السوداء وكذلك الباب المفتوح. حتى روحي عايزاه يمشي حسب الأوامر. لغاية دلوقتي هو بس اللي بيسمع كلامي وبيثق فيا. على كل حال أنا أثق في روي. تدرج في فنون الإدارة وتسلم مهمة منصب مدير الكرة في القلعة الحمراء، ثم عضوا لمجلس الإدارة، ثم رئيسا للنادي لمدة 18 عاما، وهي مدة لم يصل لها أي رئيس آخر،
وخلال فترة رئاسته استطاع فريق كرة القدم تحقيق أكثر من 35 بطولة محلية وقارية وعربية، ولم يكن الأهلي قد توجب بأي لقب إفريقي في تاريخه قبل تسلم المايسترو رئاسة النادي وقتها، واكتفى بالهيمنة على كرة القدم المصرية. وبناء على تلك الإنجازات اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الأهلي ناديا للقرن، ليذهب المايسترو صالح سليم ويتسلم الجائزة بنفسه في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية عام 2001. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جداً بهذا الإنجاز وتويت presentation of the same honor. انتصر المرض على المايسترو بعد صراع استمر عدة أعوام حتى ساءت حالته الصحية ودخل في غيبوبة، لتأتي النهاية بوفاته في مثل هذا اليوم عام 2002، تاركاً سجلاً من الإنجازات والمبادئ التي نفذها على نفسه، وأضحت أسساً يتعلمها كل المنتمين للقلعة الحمراء، يحفظها القاصي والداني عن ظهر قلب. الله يرحمه هذا الرمز العظيم والكبير للنادي الأهلي. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا، ضيوف البيت الكبير الكابتن محمد حشيش والأستاذ عصام شلتوت في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن محمد حشيش، ازيك كابتن؟ سلام، ازيك؟ شرف ومنور. الله يخليك. ايضا استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ شرف ومنور. سلام، ربنا يخلي حضرتك. حضرتك ايه، كله تمام؟ ربنا يخليك. طيب ابدا مع حضراتكم ورايكم في التحكيم المصري بشكل عام. انا مش هنا مش عايز اتكلم عن مباراه السموحه والزمالك، ولا مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر واللي حصل النهارده، ولا مباراة البلدية الأخيرة واللي حصل فيها، أنا هنا بتكلم ولا المباراة اللي جاية ولا المباراة اللي فاتت، يعني أنا بس أصل خلي بالك ولا المباراة بالأيام الله يرحمه كلاتنبرج ولا أي حاجة. طيب لأنه كل الناس عنده حق طبعا، لأنه أصل كل الناس قلبت امبارح الكلام اللي أنا قلته الأهلي، مش أهلي وزمالك، والله مش أهلي وزمالك خالص، ماليش علاقة، ولكن أنا هنا بتكلم عن وقع مش وقع شكل التحكيم في مصر. ما احنا داخلين على طبعاً. خلي بالك احنا كل الناس دلوقتي الاهلاويه ان شاء الله بعد ماتش اللي جاي الاتحاد وبعده البلديه الناس كلها هتنشغل بالمباراه بنهائي افريقيا، والزمالك نفس الكلام هينشغلوا بنهائي البطوله الكونفدراليه، وبالتالي هنا بقى بعد ما نخلص البطولتين ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي ويكرم الزمالك هنفكر ازاي بقى بعد كده. هي دي المشكله استاذ، هتبقى عندي مشكله كبيره جدا. طبعا هي دي المشكله، ان انت داخل بعد افريقيا على مباريات حساسه جدا، البونت هيفرق مع اي فرقه وفي تنافس بين ثلاث فرق على الاقل، فطبعا دي مشكله لازم يكون التحكيم على اعلى مستوى. الواقعه احنا بنتكلم على الواقعه ليه؟ ان الواقعه دي بتدل على التحكيم. فواقعه كانت باينه للكل، وبعدين المشكله كمان ان الفار ندالك واتفرجت، انا عندك فرصه يمكن ما شفتهاش من البدايه ان في شده من الخلف، انما انت الفار جالك وقال لك تعالى اتفرج عليها. زي ما انت بتقول ما فيش حاجه في الكوره ما سمعناش عنها ان في شد خفيف وشد قوي. الكلام ده بيتقال لي مثلا ممكن عندك شد في العضله الخلفيه قوي او شد خفيف من الدرجه الكاسه الاولى والثانيه. يعني لعيب كوره بقالك كام سنه؟ من السبعينات. حلو، خلينا في السبعينات، من السبعينات لغايه لا. طب والله اعمل ايه بس يا كابتن؟ ما هو اعمل ايه بجد، والله الواحد بيسمعه. صحيح والله بجد. طيب. من السبعينات لغايه يعني ربنا يديك الصحه والعمر لغايه دلوقتي، هل حضرتك سمعت حاجه اسمها شد بسيط وشد بجد؟ والله مفيش حاجه، انا هنا بتكلم بجد، مفيش حاجه اسمها كده خالص، يا شد يا مفيش شد. خفيف بقى مش خفيف، تقيل، الراجل شادد، المدافع شادد من الفانيلا، وباينه جدا جدا في الاعاده، وباينه حتى على مستوى الصور العاديه. لا في حاجه باينه في الصور غير المتحركه اللي هي التيشيرت معموله كده، بس بقول لك باينه الشده. هات هات سمير لو سمحت. يعني انت عارف يا اسلام الشد من الايد ممكن ما بيبانش قوي، شد ليه؟ من الايد، يعني لو شديت ايدك بس ده خلي بال حضرتك، يعني كباتن وانتوا كباتنا ده اللي بيقولوا عليه التلاحم،
اللي بقى بيتقال عليه تلامس، ما فيش حاجه اسمها تلامس في الكوره. في نقطه الالتقاء اللي بيحصل فيها الخطا، يعني ده خلونا نذاكر القانون ونراجعه الحقيقه. فما فيش حاجه اسمها تلامس، لان كره القدم كلها تلامس يا جماعه. الواقعه دي كمان يا اسلام ما فيش حاجه اسمها تلامس فيها. لان المهاجم وراه المدافع، مش مثلا كوره بينهم وفي كتف في كتف هيقول لك مثلا هي يا استاذ عصام دي اللي انت قصدك عليها. ايوه يا كابتن، لان احنا في القاهره 24 زميلنا محمد جمال في القسم الرياضي، انا بصابور رئيس القسم لما اتكلم معاه قال له كلم الراجل وقول له، واقول له بقى مش قول له يعني، قول له فهمنا اللعبه، احنا بنحاول نخلي الجمهور يبقى. انا كان معايا من شويه الاستاذ محمد جمال بالمناسبه، واحنا في الطريق يمكن ولا حاجه، وقال ان هو جبته معايا على التليفون. انا بقول لحضرتك باي باي زوي يعني، لان الراجل قال له هناك من الشد ما يسقط اللاعب، ها، واذا لاعب ومن الشد ما قتل. أيوة. وهناك شد يجعل اللاعب يمثل. أيوة. يعني حتى يعني بيقول لي هاني ان جمال شكله بقى عامل زي ما يكون تحول وجهه لعلامه استفهام. ما هو برضه راجل بيغطي اتحاد الكوره وبيغطي لجانه، فلما يقول له على ان في صوره يا مستر فلان ويوري له الصوره، يقول له لا اصل الشد لو تبعه انه خد الكوره على فكره او محاوله اخد الكوره، هياخد الكوره ازاي ومين اللي هياخدها؟ انا لا راي اسلام في الموضوع ده. اتفضل يعني. معلش هو انا بس اصلي بقرا حاجه يعني برضو، علشان جالنا تصريح او رد على المكالمه اللي عملناها او الكلام اللي قلناه منذ قليل فيما يخص تاكيد على ان بريرا اكد على صحه قرار كابتن محمود البنا. زميلنا امير هشام في برنامجه بلس 90 قال انه تواصل مع بريرا وانه لم يؤكد صحة قرار البنا بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح سموحة ضد الزمالك، ولم يتم الإشادة بالحكم على الواتساب. يعني لم كلام مغير بقى. كلام يعني هو هنا بينفي الكلام اللي كلام قاله مغير مع الأستاذ محمد جمال. تمام. طبعا دي مشكلة. لأن أنت دلوقتي أنت جايب خبير تحكيمي. بس خلي بالك، أصل الكلام اللي قاله الأستاذ محمد. أنا أقول لك حاجة بقى فيها صحافة، أنت تقوله حاجات فيها فنيات، أقول لحضرتك بس كمل يا كابتن. لا لما يعني كابتن إحنا جايبين خبير تحكيمي ليه؟ مش عشان يصلح الأخطاء ويرتقي بمستوى التحكيم. أكيد. أولاً هو قال كلمة كمان في البداية أنا سمعتها إن جت على لسانه، اللي بيقول أنا جاي عشان أعلم الحكام قانون كرة القدم. أنت جاي تعلم الحكام الدولية قانون كرة القدم، ده المفروض الحكم الدولي أو أي حكم في الدنيا ألف به إنه هو يبقى عارف القانون كويس قوي. إنما هو بقى في كور ومواقف معينة هي دي اللي المفروض يصلحها. يعني كرة زي دي ينفذها إزاي بتاع؟ كرة زي دي يا إسلام ترتب عليها إنذار تاني وطرد لعيب وحرمان فرقته منه بعد كده، وهي في الواقع إن هو المفروض تحسب له ضربة جزاء. فالقصة يعني صعبة جدا جدا. وأنا إزاي بقول لك إن هو جه راح للفار؟ يعني ممكن الحكم في أول لقطة بتبقى الكرة سريعة، المدافع في ظهر اللعيب وهو واقف قدامه فمش واخد باله من الشدة، إنما لما تروح للفار وتشوفها ما فيهاش نقاش. يعني أنا تخيلت إنه هيروح هيحسب ويرجع الإنذار الثانية والطرد ده، يعني أنت فاهم إزاي؟ إنما أنت وبعدين عايز أقول لك حاجة كمان، المفروض يا أستاذ عصام يعني حتى لو في كرة زي دي ومشكوك فيها، هنقول مشكوك فيها 50-50، ما تحسبهاش سيميليشن على المهاجم. دي حاجة أهم. يعني أنت فاهم إزاي؟ ما تحسبهاش سيميليشن يا إسلام على المهاجم. خلصت. لأن السيميليشن ده هيدي إنذار تاني وطرد. ده حصل، خلصت الجزء الفني، الجزء الصحافي بقى. وعلى مسؤولية يعني راجل دي شغلته، يعني ما عنديش شغل طبعا. ده انت استاذنا، لا لا استاذنا يا استاذ عصام في الحاجات دي. لا يعني ما بشتغلش بكلمك، لا يعني ما بشتغلش كلاتنبرج وصحفي، يعني بشتغل بس صحفي. فالمهم ايه، لما هو يروح لزميل اخر صحيح عشان يخلي سبيله، سلام هو عليك. امام حاجتين لسه محمود سعيد، استاذ محمود سعيد رئيس تحرير البرنامج بيقول لي هذا الكلام. بيقول لي هو راح هناك عشان يخلي مسؤوليته من الاستاذ محمد. انا خلي بالك سيب الرجاله قبل بس ما حضرتك تكمل. اتفضل. انا استاذ محمد جمال بالنسبه لي انا متاكد مليون لا في المية. بغض النظر لا لان محمد جمال كان بيجيب اخبار. كابتن هناك ثقافه الاعتذار بس في حاله اذا كان لا مين في تصور عموما يعني اذا كان هناك لبس في الفهم، اذا كان هناك اي شيء اللي يحصل بقى، خاصه لما تبقى اجنبي تروح مكلم اللي قال لك صح
واللي انت بيقوله انك قلت له صحيح، فتقول له ايه يا ماي صن ايه ده، فماي صن يقول لك ابويا الحاج اديني وان مومنتو وانا اعمل ده فور. لكن هو بذكاء ها اولا راح برنامج اخر، ثانيا الاكنبي كان زمانه كلم رئيس التحرير وكلمني كراجل انا يعني نمرة اتنين او ازعم انني هكذا بعد الراجل مملوك، وطب ما وجاب مدير وجاب رئيس القسم اللي هو عارف انه راجل معلوم شاباني عبد صبور مدير القطاع، وقال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده وانتوا موقع وانا راجل اجنبي هنا وماني ساكت وازاي تنقلوا انتوا بتقولوا ايه ده تحكيم انتوا فين مين كام ليه حصل. لكن ده قطع النفس وراح لبرنامج تاني خالص، كان محتاج بتاع حتى برنامج كده كان محتاج بتاع الصدمات اللي هي تك تك يعني هو ما بعدش وراح لزميلنا امير هشام لا خالص الزميل امير هشام عمل شغله اكيد طبعا. عمل شغله لان الزميل امير وكل الزملاء ما بيبقوش قاعدين راصدين غيره بيشتغل في ايه صحيح. او ماسك ايه دلوقتي او ايه الخبر اللي تحت ايده وفريق اعداده. لكن انا بدللك بخبرتي زي ما حضراتكم بتقدروا تتكلموا فنيا بخبرتي في شغلتي، هذا الرجل ما كان ليترك الأمر يمر سودا إذا كان فعلا ما قالش الجمال كده. ليه؟ لأنه هو تصور أنه لما يقول الكلام ده فإحنا بقى خلاص وصلت بينا يا أستاذ جمال علام أن أي حد معدي يتعامل معنا وكأننا فعلا من العصور الوسطى. يا أخي حد يقول له لا دي مصر فيها بنطلونات وقمصان ولغات وحاجات، فعيب لما تقول لناس كلام وبعد كده يسقط في يدك وتلاقي حد برضو قال لك خلي طيب. بالك يا جوميز انت راجل برتغالي والراجل اللي في الماتش برتغالي حضرتك صحفيا كلام. يعني شرحت لنا الامر صدقني ما تجيش غير كده. لا لا انا مصدق على فكره لا كشغلي انا طبعا كشغلي ده انت استاذنا يعني. في الكلام ده بس انا عايز اسال حضراتكم برضو حضرتك يا استاذ عصام كابتن حشيش قال لي مفيش حاجه اسمها كده، حضرتك برضو يا كابتن استاذ عصام طوال هذه الرحله الطويله جدا 40 45 اكتر شويه اقل شويه من النقد الرياضي، خلينا نتكلم عن النقد الرياضي تحديدا، شفت حاجه اسمها شد بسيط وشد غير بسيط؟ لا يا كابتن والله مش بهزر والله والله العظيم لو شفت قول يا استاذ والله يا كابتن مفيش غير اللي هو اللي نفسنا نشوفه اللي نفسنا نشوفه بنسعد ان لعبتنا تاخد عليه اللي هو ما يسمى الالتحام المشروع، تشد ايدي واشد ايدك بس ما تمسكهاش كده ده غير طبعا التكاتف اللي هو يعني ايه واللي كنا زمان نعملها نزلنا على بعض او المكاتفه او اللي هو الاشتراك العادل لدرجه ان لو اتنين انا طبعا بقول لجمهور كنت الاثنين عارفين شاطوا الكوره من غير استرزات والكوره بينهم لو واحد رجله والعياذ بالله انكسرت ما فيهاش مصيبه للاخر اداريا، لكن طبعا بتكون ماساه للاصابه القويه يعني، انما الباقي ده كله لازم يبقى فيه كلام مهم انه يتعامل معنا بفكر ان لا البلد دي فيها ناس بتفهم، لا يوجد شيء اسمه اولا تلامس ما هياش كده خالص اسمها كونتاكت اوف بوينت نقطه التقاء الخطا ثم في اما حدث او لم يحدث ما فيهاش. انت عارف دي زي يا اسلام زي الشتيمه اقول لك ايه اصل شتم وشتيمه خفيفه وشتيمه تقيله يا اخي ما اقصدش يقول لك يا اصل ما اقصدش الشتيمه هي الشتيمه يعني انت فاهم ازاي الشد هو الشد اصله خلال اجراءه الحوار او يعني خلال رده على اسئله زميلنا الاستاذ محمد جمال قال له هناك شد بسيط لا طبعا التعبير يعني في متن الحوار نفسه تلاقي ايه شد بسيط وهنا هو عمل ايه هو قال ان في شد خلي بالك حضرتك كمان اقر ان في شد خلي بالك كمان هو ما بداش الحوار عن هي اتعرفت للاعلام يعني الا متاخر بعد ما قال والدنيا كانت هاديه لا هو الدنيا هديت فدلوقتي هو بيني وبينك حضراتكم اللي كل اللي سبق كل النبأ يعني اتقال لا لكن خلاص دلوقتي لان محمد يملك الدليل بالمناسبه يعني عايز اقول لحضراتكم حاجه الاستاذ محمد جمال يملك الدليل على ما قاله هو دلوقتي بيبحث ازاي بقى يخلص من البتاع بقى الواتساب لا الواتساب ايوه لا هو محمد ما ورناش هو دلوقتي يعني مش محمد الواتساب بتاع زملائه المصريين لانه يخشى هم اللي طلعوه ان البعض يقولوا له ها مش انت بتعمل معانا كده احنا هندي الناس دي كومنت ليه لانه فعلا يجب حمايتي ما انت مصدري ف
فتحميني على الاقل ما تقولش انا اديتهولك ولا انا اقول مين اللي اداهولي، بس عشان ما يطلعنيش في الاخر افتريت عليه. هو الوقت شغله الشاغل كيف يكفي الواتساب يا جماعه؟ في مشكله دلوقتي يا اسلام. طب انت مشيت الراجل اللي قبل كده ليه؟ على فكره ست حكام يا كابتن حشيش، ما اعرفش حضرتك امبارح تابعت يعني بانتظام قوي ولا لا، ست حكام امبارح بعيدا بقى عن بنالتي ولا لا قالوا ذهابه للفار وعدم قناعته بالظبط، رغم ان انا عندي معلومه 100% انه رجع تاني ورجعنا لجمله انا مش مقتنع، وانا بقول لك هو على مسؤوليتي قال للصباحي كده انا مش مقتنع. طب ارجع وسمعت مش بس من الستة المصريين ومن حد انا بحترمه من الاخوة العرب هو معتزل لكنه يدير لجنة، قال لك كان لازم يرجع اتليست يلغي الانذار. اه بالظبط بالظبط، يعني يبكي على اللاعب يا سيدي وما يحسبش البنالتي. مرة اخرى احنا لا نحلل هذه اللعبة لانها مباراة للزمالك واسموها، احنا بنحلل هذه اللعبة لانه ممكن بكره في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري يحصل مثل هذه اللعبه. مش عايز اتكلم بقى النهارده على اللي حصل في مباراه لسه كنت بقول لحضرتك في النهارده فيوتشر علشان برضو تاني. فيها بيراميدز فتقول طرف تاني من الاطراف اللي مش عارف، لا ولكن هنا احنا بنتكلم عن حال التحكيم في مصر، يعني الكابتن حشيش والاستاذ عصام هنا بيتكلموا عن حال التحكيم في مصر وكيف تتم اداره التحكيم في مصر من خلال رجل قال حاجه الصبح ورجع فيها بالليل لمجرد ان لقى ان اللي قاله ده غلط. وبعدين يا اسلام نفترض ان الكره دي او المباراه دي كانت مباراه فاصله محدده لتحديد بطل الدوري او حد هيهبط طب كان ايه اللي حصل؟ دي فيها بقى حاجات تانية خالص. لا ده يعني طب سموحه كسب كمان نتائج تانية خالص يعني بالظبط الناس بتتكلم عن سموحه كسب ايوه، فتخيل لو كان سموحه فقد الثلاثه نقاط دول مثلا او الزمالك او الاهلي او اي حد او فرقه هتنزل وكان ممكن تاخد 3 بونت تعادلت او صحيح. يعني ما هي دي. وبعدين زي بقول لك المباريات اللي جايه مباريات صعبه جدا جدا لان فيها تنافس شديد بالنسبه لفوق وتحت. بس الحقيقه انا عندي برضو سؤال على مستوى يعني فكره ان احنا محتاجين يبقى عندنا شكل امثل، يعني نحب نشوف يعني ادارات الكره فيه ازاي حكم بحجم البنا يقبل ان يدير مباراتين قبل ان تكتمل 72 ساعه في يعني حكام كبار. ودي عاده بالمناسبه انا مش بقول يعني ان هو يطلع راجل يعني صاحب فضل على حد، دي بتحصل في بلاد كتيره الحكم يترفع عن اداره مباراه اخرى خاصه اذا كان هو من الكبار، خاصه اذا كان رئيس اللجنه المصري والمشرف العام الخواجه بيقولوا لقد اخرجنا كوادر. طب فين هم يا عم؟ طب ما تدي حد منهم الماتش بس مساله هم سهله. هم 4-5 حكام بيلفوا بياخدوا أيوة اكتر أيوة عدد من المباريات بالزبط. يعني تيجي في نهايه الدوري كده وتعمل احصائيه تلاقي 4-5 واخدين مباريات كتيره جدا جدا والناس تانية واخدين حاجات قليله بالظبط. طب الراجل ده ياخد خبرات ازاي؟ طب تضيف كوادر جديده زي ما انت بتقول لحضرتك. هي دي مشكله كبيره يعني. طيب يعني وصلنا كابتن ناصر عباس بعت لي قانون رقم 12 من الأخطاء وسوء السلوك فيما يخص ضربات الجزاء. يعني خلينا أنا برضو كل اللي أنا عايزه يا جماعة، هو هنا بيتكلم عن فقرة مسك المنافس وده موجودة في المادة 12. أنا هبعتها لكم يا شباب. المادة دي مهمة يا كابتن. طيب هبعتها لكم يا شباب ولو سمحتوا حطوها لنا. طيب لو سمحتوا حطوها لنا على الشاشة. أنا عايز أضيف حاجة بس على الشاشة صغيرة. يعني عملية الطرد دي عملية خطيرة جدا جدا. صحيح. أولا بتحرم فرقتك او اي فرقه انه بيلعب ناقص طول الماتش، ممكن تاثر على نتيجه الماتش. كذلك دلوقتي في عصر الاحتراف يا استاذ عصام في لعيبه بتبقى عقودها مرتبطه بنسبه المشاركه. صحيح واخد بالك يا اسلام؟ أيوة نسبه صح. المشاركه صح، فانت ممكن تحرمه من ماتشين من ماتش من كذا 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 كذا. وبعدين احنا يعني هو الفار اساسا شغلته ايه؟ بيدي الحكم فرصه انه مثلا كره جت سريعه موقعه من اللعبه اصلا مش شايف كويس. صحيح. مش انما لما تيجي تروح وتشوفها بالوضوح اللي كانت موجوده دي ايه المشكله؟ اولا مش عيب انك تغير طيب. قرارك بالعكس بالظبط يعني مش مشكله خالص ان انا ارجع الانذار تاني طيب اهم معلش يا كابتن عشان هي بس معانا على الهوا يعني. طيب السطر الثالث من تحت السطر الثالث هي مش باينه قوي يا شباب معلش عشان الصوره مش معلش مسك المنافس ولا يعني تحتسب ركله حره مباشره
في حال ارتكاب اللاعب أي من المخالفات التالية: ركلة حرة غير ركلة حرة مباشرة. يعني إيه ركلة حرة؟ روح حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء بتحتسب ركلة جزاء. مخالفة لمس الكرة باليد باستثناء حارس المرمى داخل منطقة جزائه، مسك المنافس. طيب ده صريحة أمام حضراتكم أهو، مش إسلام الشاطر اللي بيقول، القانون اللي بيقول ده القانون يا جماعة اللي ولا حد أهلاوي اللي بيقول ده القانون اللي بيقول قانون الايفاب القانون رقم 12 الأخطاء وسوء السلوك. والله العظيم منا وحياة ربنا منا زي ما حضراتكم شايفين، ولا الأستاذ عصام كابتن ولا الكابتن حشيش ولا حد. المبدأ القانوني إن اللي يحسب خارج خط ال 18 يحسب داخله. امبارح في لعيب معدى من لاعب مسكه من كتفه وقف اداله فاول، نفس اللعبة صح؟ نفس اللعبة صح؟ وأقل يعني على إنه بقى في ماسك قوي وماسك تقيل، لا ده الراجل حط إيده كده يا راح مديله إنذار يا صحيح وقف اللعب. فيعني الحقيقة يصعب فهم اللي بيحصل لأنه غريبة جدا مش فاهمه يعني. يعني تعرف حضرتك لو طيب دي حاجة تانية أو ده نقطة تانية ممكن نتكلم فيها، ولكن حضرتك القانون القانون اللي مكتوب بيقول هذا الكلام أنه تحتسب ركلة حرة مباشرة في حال ارتكاب اللاعب أي من المخالفات التالية: رقم واحد مخالفة لمس الكرة باليد باستثناء حارس المرمى داخل منطقة جزائه، تمام. رقم اتنين بيقول ايه يا جماعة؟ رقم اتنين مسك المنافس. هي كده مفيش مسك بسيط ومسك شديد ومسك غير بسيط. رأيك لم تحدد ما قالش احتكاك، ده مسك اعتراض المنافس مع وجود تلامس العض او البصق على احد الحكام او الافراد المسؤولين في قائمه الفريق. ادي الحالات يا جماعه، القانون بيقول هذه الحالات، مش اسلام ولا عصام ولا حشيش. مش حد من دول. امبارح كان متوتر يا كابتن جدا. مين؟ الشيخ مأذون كان متوتر جدا لدرجه انه عمل حاجه هي موجوده بالمناسبه لم ترفع من القانون، لكن يعني انا ممكن اعمل جايزه للي يجيب لي لقطه لبتاعت الستة دقايق دي من قام الكابتن جمال غندور مباحة سبب كاس العالم. ست ثواني دي يعني الحقيقة يعني يعني أنا يعني الحقيقة اسلام أنا حزين الهاني سبب الهاني سأل له قال له حاجة حلوة قال له طب أنا قعدت في إيدي كام؟ قال له 10 ثواني. قال له طب ما صفرتش على الثانية 7 ليه؟ 7 ليه؟ عنده حق بالظبط. استنيت 3 استنيت 4 ثواني ليه؟ عشان رجع له الرهن زي اللي مأجر عجلة. حزين لأن البنا المفروض إنه مصنف من أحسن الحكام في مصر والراجل عنده خبرات دوليه ومحليه وكده، فحاجه زي دي كانت سهله قوي. سهله قوي يعني في كور بتبقى فعلا صعبه جدا جدا. وخلي بالك تحدد. الكابتن البنا من الحكام الموثوقين بصراحه. بالظبط. هو امبارح اخطا خطا شديد جدا من وجهه نظري، ولكن يعني كابتن البنا من وجهه نظري وهفضل اقولها على فكره ومالوش انتماءات على فكره مالوش انتماءات خالص لكن احنا هنا بنتكلم عن اخطاء واضحه في حاجتين يعني. كويسين قوي حكايه الانتماء، وفعلا انا مره قلتها كابتن اسلام ضحك حتى مش فاكر حضرتك كنت معانا في حاله يعني قطع لسان اللي يجيب سيره مد الايد يعني لا 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 ده كلام الحقيقه الواحد واثق منه. لكن انا بامانه شديده انا خلاص يعني قررت ولا اقول تاني انا السودان نمره واحد ولا نمره اتنين الا ماتش بماتش. لا ماتش بماتش ايه؟ شوط بشوط. اما يعمل شوط كويس اقول ده احسن حكم الشوط ده. لانه فعلا احنا بقينا بنفيه عليهم بالقاب وبعدين الهيا بيحرجونا. يعني انا في ناس بتقول لي مش حضراتكم بتقول والبنا ده احسن حكم. يا عم انا البنا احسن حكم وانا شريكه جايب انا صفرتين معايا مثلا ورايتين، هو حر بقى يشيل شيلته. إذن يعني بنحاول نقفل الموضوع ده. إذن هناك خطأ واضح من كابتن البنا في مباراته أمس، المباراة اللي اتلعبت امبارح ما بين الأبيض والأزرق بغض النظر عن أسماء الفرق، ولكن هناك خطأ حدث اليوم في مباريات اليوم النهاردة كان أزرق وأعتقد أورنج حاجة كده. فبالتالي احنا هنا بنتكلم عن أخطاء تحكيمية واضحة بتحدث في الدوري المصري، يجب أن يكون هناك وقفة. رئيس لجنة الحكام بيطلع يقول كلام الصبح وبعدين ينفيه بالليل، فبالتالي احنا هنا بنتكلم عن أمور يجب أن تتوقف خلال المرحلة القادمة. وفي نقطة أتمنى أن ده يحدث، في نقطة كمان يا إسلام، الحكم أهم عنصر في اللعبة حقيقي لأن هو المؤثر في نتائج المباراة إطلاق. يعني الملعب يا إسلام لو وحش عنصر من عناصر اللعبة صحيح. الملعب صحيح. ده بيبقى وحش على الفرقتين، الملعب ده مفتوح فيه هواء على الفرقتين، انما الحكم
هو اللي متحكم في ان يعني في نتائج المباريات باخطاء. لا هم خلاص هم ما بقوش بيشعروا يا كابتن ان هناك حساب الحقيقه يعني. صحيح. ليه؟ لان انت في الاخر انا فاكر الكابتن بنا ده السنه اللي فاتت باين طلع قال لو ان الفار قال لي على ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي اعتقد لكنت احتسبتها. أيوه. طب ما الصباحي قال لك امبارح ادي له حقه حتى قول انا لما روحت اتفرجت الا لو كان النور كان قاطع بقى قول لنا النور كان قاطع في البيت هشوفه اقول لكم لكن انت مطنشنا هاتش عايز يرد يبقى فعلا ولا يوم من ايامك يا مستر كلاتنبرج للامانه يعني. يعني كان الرجل يخرج بشرح هو مشي ليه بالمناسبه مشي ليه لانه طبعا لم يتحمل ان مفيش اتحاد كوره راجل بيروح يلاقي مبنى بيطلع الدور الثالث ما بيلاقيش حد الا في الدور الثالث في اتنين قاعدين ما فيش حد تاني في الدور اللي التاني هو التالت ده بتاع الماليات؟ لا اللي هو في يعني الاوضتين بتوع الحكام بس الماليات الراجل عارف القبض يعني كده هيقبض لا يعني ما فيش حمايه ما فيش حمايه يعني بيطلع يتقال عليه اي حاجه لانه كان ده بقى للامانه بحلوه بمره الاول قبل حلو اللي كان ممكن يفيد ليه؟ لانه على الاقل كل اسبوع كان بيحترم الناس وبيفعل فعل من افعال اوروبا صحيح بيخرج يقول ماذا حدث بين الفار وطاقم التحكيم برافو عليك يا استاذ عصام نفسي اعرف هي ايه المشكله ده مش سر نفسي اعرف هي ايه المشكله لما يتم اختيار ثلاث حالات جدليه كل اسبوع والثلاث حالات جدليه هيبقوا موجودين ومعروفين ومصر كلها بتتكلم فيهم يعني الناس كلها النهارده بتتكلم عن ايه مباراه مودرن والبيراميدز الناس كلها بتتكلم امبارح عن مباراه ايه الزمالك وسموحه فالالعاب اللي حصلت هنا وهنا يعني فبالتالي الالعاب الجدليه موجوده يا جماعه ليه نفسي اسال يعني انا نفسي بجد اعرف حضرتك حضرت الراجل كان بيعمل كده كلاتنبرج كان بيعمل كده طبعا انا بقى احيي هذا الرجل مره أنا اخرى عايز أقوله هو بعيد عننا اهو اللي انا عايز اقوله حاجه تانية يعني الفار لما بيبعت للحكم بيبقى حوالي مثلا 85% في حاجه في اللعبه طبعا. بعد ما تمشي يعني انت فاهم ازاي يعني الفار شايف حاجه فبيقول ان الحكم ما خدش باله او ما شافهاش فتعالى انت رايح على حاجه مهمه قوي بس كمل يعني انت فاهم ازاي الفار قاعد عشان شاف حاجه في اللعبه دي لا الفار امبارح والحكم ما شافهاش الفار امبارح هايل على فكره يعني انت فاهم ازاي امال نديهلك ليه لو هي عاديه وما فيهاش شد لا ولا لا ما هو قبلها في كوره كابتن البنا حسبها ركله جزاء لنادي الزمالك بالظبط وراح للفار ورجع راح للفار ورجع ولغاها لانها واضحه برضو بالظبط واضحه ان هي مش ركله جزاء يعني الراجل خد الكوره حاجه مهمه قوي حضرتك اكدتها هي الفكره في ال 85% انه وارد جدا برضو ان يكون له حكم الصافره راي مخالف في الصوره اللي او الصور اللي او مجموعه المشاهد اللي جمعهم له رجل الفار تمام هنا يقتل الشك باليقين فكر اللي حاصل في بلاد احنا مش احسن مننا الخروج بحالات ثلاث او اثنين حسب من المحلل بقى واحدة. مش محللين اي حاله يعني صحيح. المحلل اللي هو رئيس اللجنه ده عشان يقول الحاله اللي كان فيها 85% ده ربما ابو صفاره قال للراجل التاني الاقل خبره لا خد بالك اصل دي مش دي انما لا انت عايز تقول ولا احنا عارفين يا 85% ولا احنا عارفين انت قلت كده الصبح ولا ما قلتش كده ولا ما قلتش ولا وبالليل ده انا ممكن اقول لك هو ده كان البنا ولا لا يعني موصلنا كده الحقيقه التصريح صعب جدا يعني اما تمسكه من اوله لاخره كده يعني واحد بتاع الصبح ولا بتاع بالليل يعني انا خلينا في الصبح بقى عشان عريق ده عريق والله ده عريق اصل اللي بيطلع الاول ده بيبقى الصح بتاع الصبح في القاهره 24 بتاع بالليل عدى امير هشام دي في حد ذاتها برضو انا ممكن اقول حاجه بس اتمسك بيها عشان ما ينفعش اقول حاجه وارجع اقول تاني يعني انت فاهم محدش فاهم تاني حاجه وانا اللي خايف منها ان مبدا في الاداره بيقول اهم حاجه هو تصحيح الاخطاء صحيح تصحيح الاخطاء فلما انت اسلام طالع او الراجل خواجه طالع بيبرر حاجه يبقى انت بتساعد المخطئ ان خلاص العمليه برضو كل مره هيطلع لي تبرير وهتمشي فعمرك ما هترتقي عمرك ما هتصلح يا جماعه لماذا هذا الظلم يعني البين في المباراتين امبارح والنهارده يا جماعه ده ظلم بين يعني من الحكام ظلم واضح ويعني تخيلوا بقى حضراتكم ده لو بيحصل ضد الاهلي ولا مع لما النادي الاهلي كان بينزل بيان ولا حاجه كنت تقعد تقولوا النادي الاهلي وبيقول بيانات وبيقول مش عارف ايه والكلام ده كله يا جماعه هو في كده في الدنيا ان ترى مستوى التحكيم بهذا الشكل هل ده الطبيعي
هل احنا من الطبيعي ان احنا لما نشوف مثل هذا المستوى في مباريات اخرى، مباراة الدوري العام، الدوري المصري ده بتاعنا يا جماعه، بتاعنا اهلي وبتاعنا زمالك وبتاعنا اسماعيلي وبتاعنا كلنا، فمن حقنا ان احنا نتكلم، ومن حقنا ان احنا نقول ان هناك امور بتحدث في الحالات التحكيميه، سواء في مباراه اليوم امام بتاعه مودرن فيوتشر وبيراميدز، او مباراه امبارح الزمالك وسموحه، بغض النظر برضو عن اسماء الفرق، هو التحكيم وصل لكده ازاي بعد ما كان في القمه؟ لا في مجموعه في مباريات امم افريقيا، لا ده دول بس علشان عارفين ان فيها كاس عالم والسبع الاف بالجنيه تبقى 7000 بالاخضر. معلش بقى انا المسؤول يعني. طب الحاجه الاهم ان هم بقوا بيعملوا حاجه خطيره جدا، بقوا بيلعبوا لعبه السوشيال. النادي الاهلي الرسمي قال مش عايز حكام من عرب شمال افريقيا، ولا جاب سيره حكام من عرب شمال افريقيا ولا يحزنون. لكن مش النادي الاهلي ده اللي كل شويه في قناه او في اعلام او حتى على سبيل اي حد من نجوم النادي الاهلي في استوديو بيقول كلام منطقي بلاش عنهم عن الكره عموما. طب يلا يا عم احنا نخلي ايه الواقع الاليم يخليه وراح يلعب في تونس الخضراء يشتبك مع حكام الشمال العربي الافريقي اللي ما جابش سيرتهم اصلا. النادي الاهلي يا جماعه لو عايز حاجه بيعملها بشكل رسمي رسمي، لو عملها بشكل رسمي يعني لو النادي الاهلي بعت رسمي لاي حد في لاي مؤسسه في العالم، يحصل ايه؟ بيتم ان هو بيبعت رسمي وبيبعت للمركز الاعلامي نسخه فين؟ اشكرك نعم مش هكمل خلاص، بيبعت للمركز الاعلامي ولقناه النادي الاهلي ويقول لهم يا جماعه الكلام ده رسمي يعني ده بعتناه رسمي، طالما احنا ما اتكلمناش فيه وطالما المركز الاعلامي لم يعلن عنه اذا هو امر غير رسمي لم يتحدث فيه احد في النادي الاهلي ولا من قريب. كابتن عشان تعرف ان اللي بيقول كده مغرض ضد النادي الاهلي، اولا الف باء في كل العالم لما بتبقى فرق من عرق واحد ممكن يجيبوا لهم حد ده 100% من هذا العرق. يا اخي افهم يا اخي، انت ما رحتش سنه 6. طيب خليني اقول لحضراتكم طاقم التحكيم طب نقول طاقم التحكيم بتاع بكره وبعدين نرجع. بكره زي ما حضراتكم عارفين مباراه الاهلي والاتحاد السكندري معروف هنا معروف بقلبي. طيب حكما للساحه كابتن شريف عبد الله حكم مساعد اول. نعم كابتن معروف رجع اهو، كابتن حكم كابتن عودي عيد حكم مساعد تاني، كابتن احمد حمدي حكما رابعا، كابتن عبد العزيز السيد حكم فار، كابتن محمد عباس أبيل حكم فار مساعد. إذا طاقم تحكيم لمباراة النادي الأهلي في جولته التاسعة أو مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة اللي هتلعب يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في استاد القاهرة الدولي. نادي الاتحاد سيلاقي نادي الأهلي سيلاقي نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة 7 بطاقم تحكيم زي ما حضراتكم شايفين، كابتن محمد معروف حكم ساحة، كابتن شريف عبد الله حكم مساعد أول، كابتن عودي عيد حكم مساعد تاني، كابتن احمد حمدي حكم رابع، كابتن عبد العزيز السيد حكم رأي فار، لا من العريش، كابتن محمد عباس قبيل حكم فار عشان الكابتن عروف ما يجيش لوحده، ما الكابتن عروف من طيب العريش. ده طاقم التحكيم لمباراه غدا. طب اتكلم ولا ما اتكلمش؟ يعني اقول ولا ما اقولش اللي انا عايز اقوله فيما يخص التحكيم؟ اكمل كلامي في التحكيم ولا اعمل ايه ولا اسكت؟ لا تسكت ليه؟ ولو حصل بكره مشكله هنعمل ايه؟ كابتن محمد معروف ارجو أرجوك يا كابتن محمد، الأهلي أكبر نادي في مصر وفي أفريقيا، نادي الاتحاد السكندري واحد من أكبر وأهم الأندية الشعبية والجماهيرية ويطلق عليه سيد البلد، مباراة كبيرة جدا ما بين الناديين، كل نادي محتاج الثلاثة نقاط، كل نادي هيحارب على الثلاثة نقاط، هيحارب رياضيا على الثلاثة نقاط بكرة إن شاء الله. فمن فضل حضرتك في الاخطر نرجو العداله في الاخطر. الحكم لو الاهلي لو ضده ضرب جزاء احسب على الاهلي ضرب جزاء، لو الاتحاد احسب على الاتحاد، مفيش اي مشكله. مش عايزين نشوف المنظر اللي شايفينه في مباراه النهارده ومباريات النهارده. جمهور الاهلي وجمهور الاتحاد حاجه كتر في الاخطر في جمهورين بيحترموا بعض احترام متبادل ومجلسي اداره سواء رئيسي المجلس السيد محمد مصالح والكابتن خطيب او حتى باقي الاعضاء. فاصلا وانت جاي تخبط بينهم في الكاس رغم ما حصل كاس الباسكت، لكن اول تهنئه وصلت للاتحاد السكندري بالبطوله صحيح. كانت من وجهه اداره النادي الاهلي. يلا يا عم ماتش كوره
اما نشوف بقى الدنيا هتبقى ايه على رايك. نتمنى ان تكون العداله واضحه. اتفضل كابتن معروف. انا يعني من حوالي اسبوعين ثلاثه كده راقبت له، كنت مراقب مسابقات ماتش وكان بين فرقتين في نص البطوله، والحقيقه كان عامل مباراه كويسه، بس المباراه بتاعت بكره مختلفه، لان زي ما انت قلت دي انديه جماهيريه، ماتش بين فرقتين في استاد القاهره محدش بيتفرج. خلي بالك الاتحاد من حقه شعبية. كنادي كبير انه عايز بونت على الاقل في مباراتين قادمتين، اذا ما كانش الاربعه او سته بونت، عشان يبدا يحلم بالمربع الذهبي والكونفدراليه، وهذا حقه. والاهلي هناك محاولات بقى لمنعه من مواصله المشوار نحو انه يروح تاني، مش بقى لل 12 باذن الله، للبطوله اللي بعدها. صحيح. انت قلت برضو حاجه من شويه، قلت انا يعني الظلم اللي في المباراه اللي فاتت على جميع الانديه، هي المشكله انا اللي عندي الاهم منها اصلا انها مرتبطه بسوء مستوى. وانا لما في غلطات سوء مستوى تحكيمي. تحكيمي طبعا، فدي هي دي المشكله. احنا دلوقتي الراجل اللي جاي ده الف به كده، او اول طلب بيطلبوه في الاتحاد منه الارتقاء بمستوى التحكيم المصري. فلما يكون المستوى عامل كده من حكام كبار ومن حكام الصفوه زي ما بنقول، هي دي المشكله. هي امال الحكم بقى اللي لسه بيتحسس مباريات مثلا دوري ممتاز لو غلط نعمل ايه؟ ما هو شوف يا كابتن، طول ما اصلا المنظومه، بس ده موضوع سابق لاوانه، المنظومه ماشيه غلط. ما فيش حكام في العالم اسمها لاعبه، لان ما فيش لاعب كوره هيتحول من لعب الكوره وما وخيراتها، وبالتالي الانتقال افضل اداريا مدربا او حتى بيزنس، لانه يروح لحكم بجنيهات معدودات، دولارات معدودات. لعبه ايه يا عم، كله تعليمي. عشان كده كابتن لاحظوا حاجه يا جماعه، كابتن اسامه خليك معانا، افضل مساعدين في القاره المصريين، لانها ليست بلاعبه ويروح يجيب ورقه من بنها ولا من اليوبية ولا من كفر الشيخ، ولا ما فيش حد فيهم بيعرف ينطط خمس تنططات، لان صحيح. المساعد بالتعلم بيجري ويتعلم صحيح. ويعرف هيقف مع اخر مدافع ازاي صحيح. لكن ابو صفر ركز ولعب كوره، مفيش حد لعب كوره من ابو جد هيرضى بحاجه. هو ليه اصلا اسالك السؤال ده اللي محيرني، يعني ان مفيش نجوم كبار لعيبه كوره دخلوا التحكيم؟ بس ده في كل العالم، خلص لا بس ده في العالم كله، بس ده لانه بيخلص متاخر. يعني انا 37 38 سنه، انا مبطل 37 سنه وما بيفتحوهاش زي بره، ان كلنا يبقى بجنيه وواحد تاني بربع جنيه، لا مفيش كده، كله زي بعض، كله زي بعض. لا ما ينفعش، امال انا اتعب ليه واجيب دكتور ليه واجيب تغذيه ليه واشتغل على نفسي ليه؟ ايوه صح. طيب عشان بس وقتنا كله تقريبا بيروح في هذا الامر، وهو امر صعب وامر يستحق الحلقه كلها، عشان اللي جاي احنا بنتكلم، مش عشان اللي فات. اللي فات ده مغرق خلاص. لا، لانه الحمد لله الامور بتتحسن، الجمهور بيعود واحده واحده لكل المباريات او المباريات الجماهيريه تحديدا، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد بلديه شويه، وبالتالي الجمهور بيعود المستوى. طب ما دي بتصعب المهمه زياده. لا بس المستوى انا خلينا كمل الان، احنا بنتكلم يبطئ من عوده الجماهير. المستوى بيتطور، الفني، المدربين بيحطوا خطط جديده صحيح. لا يتبقى الا ومستوى التحكيم كان وصل للتوب بتاعه، مش عارف ايه اللي حصل والنزله الرهيبه اللي حصلت فجاه دي. نتمنى من التحكيم ان يكون عادلا. وانا ارجع تاني اتكلم عن مباراه الاتحاد السكندري يا كابتن معروف، لو سمحت كل اللي عايزينه العداله الناجزه في مثل هذه المباريات، او العداله الموجوده او اللي يجب ان تكون موجوده. عصوبة العينين هي اسمها كده، لا صحيح. ترى الوانا صحيح. طيب فنيا شويه يا كابتن حشيش قبل ما نختم الحلقه، مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا ما بين الاهلي والاتحاد السكندري. مباراه طبعا قويه، محتاج نقطه او نقطتين عشان وهي من الكلاسيكيات بتاع الكره المصريه، الاهلي والاتحاد. اتحاد اسكندريه يعني ياما جاب نجوم كبار، فرقه كبيره عندهم من هدافين الدوري، فرقه كويسه، مدرب طارق العشري بيعرف يلاعب النادي الاهلي كمان والانديه الكبيره، عاملين الحقيقه مستوى السنه دي كبير، بنفسه في المراكز الاولى، شعبيه كبيره، ما عندهم جمهور، فعندهم طموح يعني يكسبوا النادي الاهلي عشان يعدي، هتفرق معاه ماتش زي ده قوي. فمباراه طبعا صعبه، مع كمان المباراه اللي هي كل يومين ماتش دي كمان يعني متعبه. يعني احنا بنتكلم دلوقتي اسلام صحيح، المنافسين جربوا دلوقتي تلاحق المباراة بيعمل ايه في الفرق مثلاً، وفي النتائج صحيح، واخد بالك؟ يمكن هم عشان فتره كبيره بعيد عن افريقيا،
او بيطلع من الادوار الاولانيه فما بيتحملش بماتشات وتاجل له ماتشات كتيره زي النادي الاهلي محمل بالقصص دي، فيبتدي يجرب بقى يعني الناس تجرب الكلام اللي احنا كنا بنقوله، بيقول لك انت كل شويه تقول اصل ضغط المباراه ضغط المباراه، احنا في الكلام ده بقى لنا 3 سنين يعني صحيح. مش مثلا لسه بقى لنا كذا وصلنا لاول مره نوصل للنهائي من فتره كبيره صح. فده العام يعني ماتش طبعا صعب، لعيبه طبعا تعبانه ومجهده، خلي بالك ان انت كمان يعني الفتره دي الاربع او الثلاث اربع مباريات اللي انت لعبتهم وهتكملهم وبعدين تسافر، انت رايح برضو على موقعة كبيرة في نهاية افريقيا، فرقة لها اسمها ولها تاريخها، عايز ان شاء الله بإذن الله تحصل على البطولة، كل دي بتزود الأعباء، كل ما بتقرب من المباراة النهائية بيبقى الحرص على عدم الاصابات. احنا معلش عايز طبعا، ولكن احنا واللعيبه بتبقى جواها كده، ولكن احنا عايزين دايما نفصل ما بين المباريات طبعا. مليون في المية دليل اتعلمنا من الجيل بتاعكم واللي قبلكم واللي قبلكم، ان احنا دايما خلينا احنا عندنا 4 ماتشات، خدنا 6 نقاط، فاضل 6 نقاط تانية نلعب على 6 نقاط، وبعد ال6 نقاط دول بالزبط. البطوله المحليه اللي هو من خلال مباراه الاتحاد والبلديه نبتدي بقى نتكلم عن تتصدر ان شاء الله، بتمشي بقى ماتش بماتش، بعد كده يبقى الوضع تاني، ساعتها هترجع للمباراه ان شاء الله النهائيه وربنا يكرمنا فيها صحيح. لما هترجع بقى مش هيبقى قدامك غير الدوري والكاس، ربنا يكرمك فيه تركيز استاذ عصام. تصور الفرقتين اكثر جاهزيه، طارق العاشر ليه اسلوبه وعنده اداره كمان رائعه الحقيقه بتوفر له دايما كل حاجه، اداره نادي الاتحاد وانا بادئ بيها يعني، انما في الاهلي لازم الجمهور ياخد باله من حاجه هو ساهم فيها، لما ما صدقش فكره انه قفشه لم هدومه مش عارف مين زعق لمين والله وكذا وماذا والكلام ده، قفشه رجع وبرينجر عمل فيه تقرير انه من افضل اللاعبين العائدين للتدريب صحيح، وارسل الى رجل انه لم يكن يقصد، كان كل امانيه ان يشارك. برافو عليك يا استاذ عصام، لانه انا دايما بقول هذه الكلمه وحضرتك بتؤكد والكابتن حشيش بيؤكد على هذا الامر، انا بقول معلومات ان لعيب الكوره لا بعيدا عن المعلومات كمان، ان بتكلم على لعيبه الكوره، لعيب الكوره اللي ما يزعلش ان هو قاعد احتياطي ما يبقاش لعيب كوره، والراجل ولو ما عملش مشكله في حدود ال معرفش اسمها ايه، ولكن تبقى اللي في حدود انت قلت في حدود انه يبقى قاعد زعلان وتنشن وازاي ما شاركتش بالظبط كده. وفي مثال يا استاذ عصام عندنا محمود متولي واحمد عبد القادر، محمود متولي كمان ما بيتمرنش وما بيبقى وبقى اقول عبد اقول متولي اصابات، لكن عبد القادر كان في كتبت حاجه كده على قد فهم، قلت ايه ان كولر ساب ودن احمد عبد القادر قفشه لا يعني خلاص كان ماسكه اسمع خلاص ليه، لانه عرف انه سمعه، والدليل ان التيم المره دي لما بدا الراجل بمعاونة سامي وسامي بقى ليه دور كبير وانا متاكد من اللي بقوله ده، وطبعا باقي المساعدين للامانه. معلش كمل بقيه معلوماتك فيما يخص موضوع قفشه برضو يا استاذ عصام. فطبعا قفشه التزم جدا، اتقدم فيه تقرير اكثر من رائع، قال له على فكره لما اتقال ما تجيش لانه انا اتعصبت، وما كانش ينفع لاعب محترف في النادي الاهلي يتعصب، وظهرت في احتفال لعيبه الاهلي ببعضهم البعض طبعاً. مش مع اشاره علي بس، مع الجون الاولاني والجون الثاني والجون الثالث، ولحظه ارتداء علي للشارع مع محمود متولي لما ما انا جاي ما هو الجون الثاني بتاع متولي فعشان كده الراجل مش هيلاقي اي غضاضه في راحه لاعب او اثنين، اتصور بكره يلعب 3-2-4-1 وطارق هيصر على طريقته 4-1-4-1 بمشتملاتها يعني، لكن مباراه تستحق المشاهده. اهم حاجه كولر من اول، وهذه ميزه في هذا الرجل، من اول لما لعب ماتش الزمالك كابتن وعينه صحيح. على مباراه افريقيا صحيح. وقال ما كانش يجب افكر كده، وهو خلاص بقى رجع تاني لمقولته الاساسيه، اهم ماتش عندي اللي هلعبه دلوقتي صح. عشان كده رهانه زي ما حضراتكم قلتوا ككباتن على ماتش الاتحاد او كتله الاربع ماتشات زي ما هو سماها للفرقه ومسماها لهم كده، عندي عندنا كتله 4 مباريات ثم النزال الافريقي اللي جمهوركم العظيم ده مستنيه، اتصور انها مباراه تستحق المشاهده. المكسب بيجيب مكسب، انت ماشي كويس بتكسب، مكسب بيجيب مكسب، بيرفع المعنويات، بيدي ثقه للعيبه كلها، بيلم اللعيبه كلها في يعني نتائج كتيره او حاجات كتيره بتيجي من طبعا المكاسب وكده. الماتش اللي فات شفنا اداء وسكور ودي حاجه كويسه، احنا ماشيين الفتره اللي فاتت بنصلح اخطاء كانت موجوده في الدفاع، مصطفى شوبير ماشي الحمد لله بخطة ثابته وماشي كويس قوي خلال الفتره اللي جايه، احنا عايزين الدنيا تمشي كويس بعيد طبعا عن الاصابات اللي الحمد لله اكتر من لعيب ابتدى يرجع للفريق تاني
لان برضو اللعيبه اللي هي النجوم او اللعيبه بتعمل الفارق دي دورها مهم جدا جدا في الفرق، وخصوصا لما بتبقى داخل على نهائي افريقيا بتقابل منافس كبير ومستوى كبير، عايز برضو لعيبه بتعمل الفارق في الفرق. انا عايز استشهد بحضراتكم في دقيقه لجمهور الاهلي، جمهوره ده حماه. الاهلي لو فقد ايمانه بجمهوره ده حماه، الاهلي بمن حضر، الاهلي فوق الجميع، جميع الاهلاويه، ودي وقتها كانت معروفه ليه عشان القايمه ما تتفتحش، وعدل القيعي هيرزق ربنا يديله الصحه، كباتن هم وهستشهد بيهم. في ناس داخلين لكم يا جمهور الاهلي من حته ما ينفعش كولر يعمل كده، احنا بنحب الاهلي وبنقول له قال يا كولر ما تزعلش منك قفشه، لا يا جماعه لازم نقول للكابتن خطيب ازاي سايب الدنيا كده، اللي حاطط لك السم في السم ده مش السم في العسل، والله ما بيحب النادي الاهلي. الاهلي لا في حاجه اسمها اللعيبه الكبار اتجمعوا، يتجمعوا عشان يقولوا لبعض اصحى صحصح فوق جمهورنا اهو، لكن مش هيقعدوا عشان يلعبوا لعيب ويقولوا للراجل اعفي او سامح. في قواعد، في لوائح، كل اللي بيقول لك كده هو ذارع السم في السم مش السم في العسل، والكباتن يكذبوني لو انا خبرتي قليله في الحته دي. لا صحيح يا استاذ عصام، هذه الامور هي امور واضحه جدا للجميع. اتمنى، لانه الحقيقه كلمات كثيره جدا وامور كثيره جدا بتحدث، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراتين القادمتين بعيدا عن اي حاجه. وزي ما قلت لحضراتكم دائما، وزي ما الاستاذ عصام وكابتن حشيش اتكلموا في هذا الامر، جمهور النادي الاهلي هو اول شيء، وجمهور النادي الاهلي هو المساند والداعم الاكبر لهذا الفريق مهما كانت المباراه، ومهما كانت نتيجه المباراه بكره ونتيجه مباراه يوم ماتش البلديه. عايزين نقف ورا فرقتنا وخلف فرقتنا، لان ده اللي دايما بنتعلمه من جمهور النادي الاهلي. الكلام اللي انا بقوله ده مش تبرير لنتيجه ولا تبرير لاي حاجه، ولكن هذا هو الواقع، ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه غير ان احنا نقف خلف هذا الفريق عشان ربنا يكرمنا في المباراتين القادمتين، سواء مباراه الاتحاد ومن بعدها مباراه البلديه، ومن بعدها نقفل صفحه الدوري وننظر الى المباراه النهائيه امام الترجي، وربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بهذه المباراه بشيء واحد بعد دعواتنا لربنا يا رب. جمهور النادي الاهلي، بعد ربنا جمهور النادي الاهلي اللي هيقدر يوصلنا لهذه الامور. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا استاذ عصام على وجودك، شكرا كابتن اسلام، شكرا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وما تنسوش مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعه 7 الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي من 5 مساء قبل المباراه بساعتين، وكل كواليس ما يحدث داخل النادي الاهلي او داخل فريق النادي الاهلي، وان شاء الله بعد المباراه بساعتين، وبعد كده ان شاء الله تكون مع حضراتكم في البيت الكبير. اشكركم واشوفكم بكره على خير.